13 سبتمبر 2022، أصبح عليكم بأجمل التراحيب في حلقة الثلاثاء من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. فريق إعداد البرنامج كالعادة حضر لنا باقة متنوعة من الفقرات لصباح اليوم. في البداية أصبح عليك بالخير عيسى. صباح الخير جمانة، صباح الثلاثة، صباح بداية أسبوع أو بداية يوم إن شاء الله في نشاط حيوي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أكيد صباح عليكم مشاهدينا بالخير وين ما كنتم تتابعونا في هذه الساعة الصباحية. اليوم بناخذكم في عدد من الفقرات إن شاء الله راح تكون مميزة، لكن في البداية مثل ما تعودنا نشوف معاكم حالة الطقس وراجعين. بما ان احنا نعيش لازلنا يعني بدايه الدوام المدرسي وذي، نبي بحكم ان احنا خلصنا دراسه مدرسيه خلينا نسترجع الذاكره بالنسبه لك، الذكريات المدرسيه اللي يمكن لا زالت عالقه بالاذهان بالنسبه لك. اول شيء انا بسالك، انت من الاشخاص اللي يقولون الحمد لله افتكينا من المدرسه ولا لا للحين في حنين حق هذيك الايام؟ لا والله يعني يمكن حتى تحت الهواء كنت ادردش، يعني انا علاقاتي كصداقات لا زالت مستمره، هي كانت من المدرسه، يعني في ناس من الابتدائي لا زلت متواصل معاهم ونطلع معاهم ونرجع بالذكريات، يعني فحلو يعني انه الواحد يستذكر ذيك الايام. الذكريات دائما هي اللي تبقى، وحلو ان تكون ذكرياتنا ايام المدرسه تكون حلوه. صح. يعني احنا من الاشخاص اللي يمكن بنينا علاقات وايد حلوه ايام المدرسه. صح. الجيل اللي احنا عشنا فيه كانوا يعني الناس الطيبه، الناس الحليوه اللي كنا، اعتقد لا زالت يعني، اكيد لا زالت يعني، بس احنا كوننا صداقات اكثر من المدرسه، وكانت هي العلاقات اللي يمكن استمرت معنا لليوم. يعني ما في احد يمكن او اغلب الناس اليوم عندهم صديق من الاصدقاء اللي كانوا معاهم في المدرسه ويسترجعون مع بعض الذكريات. يمكن انا من الاشخاص اللي للحين في عندي علاقات تربطني حتى مع الزملاء، مو اللي يكونوا وايد الصديقات، الصديقات القريبين، حتى الزملاء اللي كانوا معنا في المدرسه نسترجع مع بعض الذكريات، الايام الحلوه، ايام الدراسه اللي صدق كان فيها شوي يعني تعب. الدراسة يعني البحث عن العلم أكيد شيء صعب، مو شيء سهل، لكن في نفس الوقت كان ممزوج مع بعض من المتعة والذكريات الحلوة اللي لها بصمة. يمكن على هذه النمط الذكريات، قبل فترة في حساب في الانستغرام موجود يعرض الصور المدرسية والصور الجماعية، في صورة من الصور كانت لنا أعتقد كانت المرحلة الابتدائية. فاللي موجود يسوي منشن حق اللي عارفه، فشفت صراحة يعني وين نرجع بالذاكرة، نتكلم مرحلة كبيرة من العمر، ويعني صار في تواصل حتى من خلال مواقع التواصل. شوف شلون حلوه صوره رجعتكم ذكريات يمكن تكون قبل 20 صح 10 سنوات بالضبط. ازيد ازيد اكيد. طبعا هذه راي ورايك، لكن خلينا نشوف الناس شنو قالوا حول هذا الموضوع في نبض الشارع مع زميلنا علي الحداد وراجعين. صباح الخير، من منا ما عنده ذكريات مع المدرسه؟ خلونا نتشارك هذه الذكريات في نبض الشارع. والله يا اخوي احسن، اتوقع احسن ايام العمر ايام الدراسه، والواحد هو تو بادي بالدراسه لها طعم خاص، ايام الابتدائي وايام المتوسط وايام الثانوي حتى الجامعه لهم ايام سبحان الله ما تنسى، حتى لو كبرت تتذكرها ما تنساها. جميل جدا. هل يعني كان لك ذكريات مثلا مع بعض المدرسين، نوعيه مثلا افطار من الصبح مثلا، هل كانت شبه الافطار الحين؟ نعم في ذكريات كثيره طبعا، بس الواحد يعني خاصة مدرسين الابتدائي، مدرسين الابتدائي تحس انهم اباء فعلا، ما تحس انهم يعني يدرسونك، يخافون عليك، و صراحة يعني اشياء ما تنسى صراحة. والله الابتدائي هي يمكن المرحلة اللي ينحفر فيها يمكن في الوجدان ذاكرة كل طالب طبعا، يعني ذكرياتي اذكر في المدرسة وبالذات في السنة الأولى كانت الوالدة المرحومة توصلنا المدرسة يوميا، وبعدين يجي عمي يستلم من عندنا الشنطه ورجعنا الى المنزل، وهذه الذكريات ما انساها بالذات الصف الاول والصف الثاني الابتدائي. جميل جدا، يعني محظوظ في هذا الموضوع. اي نعم محظوظ، احصل لي مواصلات بشريه معاي. جميل جدا، يعني امن وامان على قولتك. اكيد اكيد طبعا. شنو الشيء اللي اكثر شيء يميز مدرستك تحسه؟ والله هي الجمعه والطفوله والالعاب، يعني نحب نلعب دائما طبعا. تدري في مرحلة الابتدائي لما تتكلم عن جو المدرسة، هو الجو المفعم بالترفيه بالدرجة الأولى، هذه هي المرحلة. يمكن بعدين لما تقدمنا شوي ورحنا المرحلة الإعدادية والثانوية صرنا شوي نروح إلى المصادر، أحب المصادر، أحب يعني
أذهب إلى الصحافة وأقعد أطالع صحافتنا وإيش قاعدة تقول تتكلم. يعني من وصلنا للثانوي قلت شوي يمكن جانب الترفيهي، بدأنا ناخذ الجانب شوي العلمي أو الجانب نقدر نقول عنه الثقافي شوي. تحب توجه رسالة لمدرسينك إذا كانوا يسمعون؟ طبعا هي تحية، طبعا المعلم طبعا هو حجر الزاوية طبعا في العملية التعليمية، فبمناسبة بدء العام الدراسي هذا الجديد نوجه لهم التحية ونتمنى إلى طلابنا التوفيق في هذا العام. لا طبعا ما حد راح، حتى لو شقي ما راح أكون إني شقي، لكن لا إن شاء الله أنك أنت يعني من المجتهدين إن شاء الله. أي نعم. ذكرياتك مع المدرسة؟ يعني ذكرياتنا أمتع ذكريات، كانت رحلات برية مع المدرسة، نستقلنا رحلات، طلعنا الرحلات هذه تبقى بالذاكرة، تبقى الزملاء يبقون بالذاكرة، الرحلات دي ترسخ الأسماء اللي طلعوا معك ورحت وجيت سوا ترسخ في الذاكرة. والله هي أحلى أيام زي ما تفضلت إن ما تنسي، يعني كنا في الابتدائي إحنا بعد وين لحقنا أيام الطيبين اللي كان حتى كراسي ما فيه، كنا نجلس على السجادة، فكانت أمورنا حلوة زي ما قلت لما يجي الآن وقت الفصحى والله كذا كنا نطلع وقت الأمطار نقرق نفسنا في المطر، عرفت كيف؟ يعني كانت أيام حلوة ما تنسي زي ما تفضلت. هذا الوضع الماضي، يعني الوضع الحاضر عند الجيل الجديد. والله شوف الذكريات الجميلة هو الأصحاب اللي كانوا معاك، طبعا كثير ما عاد تقابلنا معاهم يعني، ولكن في بعض الأشخاص اللي خلال نقول 25 سنة ما زالت صداقة معي إلى يومك هذا، والله يذكرهم بالخير جميع. و يعني والله ما ادري صراحه، انا اتمنى شيء ايام المطر لما يطق مطر شو تسوون؟ والله شوف احنا ما كان يجينا مطر واجد، ولكن طبعا نركض تحت المطر حافين، يعني ما في على ايامنا احنا يعني قلت ايام الطيبين، يعني ما الجيل الجديد هذا ما شاء الله عليهم ما زلت تذكر الايام؟ اكيد والله الى يومك هذا، يعني انا لسه من يومين قاعد مع زميل وتذكر ايام المدرسه، وتذكر انه يعني انا في حياتي ما هربت من المدرسة. مشاهدينا، طرحت كلية البحرين التقنية وبوليتكنيك البحرين برنامج توب اب اللي من شأنه تأهيل حملة الدبلوم وما يعادلها من درجة علمية من اجل نيل درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة مع احتساب سنوات دراستهم للدبلوم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف بالاستديو الأستاذ عبد الرضا دسمال مدير الاتصال الصناعي والتعليم المستمر في بوليتكنيك البحرين. صباح الخير. صباح النور، الله يعطيكم الصحة. صباح الخير. الله يعافيك. أكيد سعيدين بوجودك معنا اليوم. نبي نتكلم عن البرنامج بشكل أكثر أستاذي، وأيضا الأهداف المرتبطة بهذا البرنامج. طبعا شكرا جزيلا. في البداية طبعا أنا أشيد بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة. نشيد بدء من جلالة الملك اللي مقدم إلى الطلبة ولي أمورهم، وأيضا طبعا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على اليوم التعريفي اللي سهل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بكل أريحية. فكرة البرنامج جاءت من وجود حاجة في سوق العمل إلى الكثير من المواهب البحرينية المتميزة بحيث أنها تمتلك مؤهل علمي معين ويقف عليهم السقف بحيث أنه يمنعهم من التقدم إلى البكالوريوس. هذا البرنامج تم تصميمه بحيث يعترف بهذه المهارات، بهذه المؤهلات اللي موجودة عندهم والخبرات أيضا، ويتم طبعا صقلها في إطار يتم الاعتراف فيه، وبالتالي يسمح لهم بالانتقال في مرحلة البكالوريوس. أي برنامج ممكن أنه يكون موجود لابد أنه في شروط معينة لابد أنه يتم تحقيقها على أساس أنه يتم الالتحاق بهذه البرنامج، شنو هي أبرز الشروط لهذه البرنامج؟ أبرز ثلاثة شروط هو يكون عند الملتحق في هذا البرنامج يكون عنده على الأقل دبلوم أو يكون عنده دبلوم وطني عالي، بالإضافة لازم تكون عنده خبرة عملية بحيث أن تكون الخبرة العملية متناسبة مع التخصص اللي هو متقدم إليه،
بالإضافة إلى اجتيازهم بنجاح مرحلة التجسير. عندنا مرحلة تسبق الدخول إلى البرنامج، هي عبارة عن مرحلة أكاديمية يدرسون فيها بعض الفانكشنال سبجكتس وبالإضافة إلى بعض المواد الأكاديمية. جميل. يجتازونها وبعدين ينتقلون طبعا إلى هذا البرنامج. نعم. ودنا نتوقف مع أبرز التخصصات اللي اليوم ممكن للطلبة اللي يحملون الدبلوم أنه يلتحقون فيها لعملية البكالوريوس والتخرج من هذه الدرجة. تمام. عندنا طبعا في بوليتكنيك البحرين برامج متنوعة، فيها إدارة الأعمال، الهندسة، الاي تي الحاسوب والاتصالات، الويب ميديا، اللوجستيات. ولكن احنا بالنسبة إلى برنامج التوب اب احنا قاعدين نركز على البرامج اللي احنا نستلمها من سوق العمل أو نرى أنه هناك حاجة في سوق العمل لها. فحاليا احنا قاعدين نركز على برامج مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، بالإضافة للحاسوب، بعض مواد الحاسوب، وأيضا طبعا الموارد البشرية في اللي هو برنامج إدارة الأعمال. أكيد. نعم. أكيد البرنامج صمم على أساس أنه يتم الاستفادة منه بالنسبة إلى الطلبة. شلون ممكن أن الطلبة يستفيدون من هذه البرنامج تحديدا؟ ممتاز، سؤال جدا جميل. طبعا بالنسبة للاستفادة على المستوى الشخصي، هو إذا كان يمتلك مؤهل معين مثلا في الدبلوم، طبعا هذا الدبلوم ممكن يمنع من الانتقال للمراحل الأكاديمية التالية. دخوله إلى برنامج التوب اب راح يفتح له الآفاق، راح يسمح له هذا البرنامج أنه هو يحصل على شهادة البكالوريوس، وبالتالي يكون عنده أفق أيضا للتقدم في المجال الأكاديمي، يقدر ينتقل إلى الماجستير إلى الدكتوراه وهلم مجرا. يعني نعم. طبعا بالنسبة للمنفعة اليوم نتكلم في حال اليوم أي طالب قاعد يتابع هذه الفقرة وحاب أنه ينضم إلى البرنامج، شنو المنفعة اللي راح تعود عليه شخصيا؟ هناك طبعا منافع عديدة إذا يعني نظرنا إليها من ناحية مهنية عملية. طبعا راح يتم الاعتراف بمهاراتهم بخبراتهم، راح يتم تأطير هذه المؤهلات هذه الخبرات، هذه المهارات في مؤهل أكاديمي يتم الاعتراف فيه، فبالتالي هذه راح تعود بالنفع الكبير عليه، يقدر يتطور، يقدر تفتح له أفق عملية وبالإضافة أكاديميا. أكيد أكيد. هل في سن معين، هل في معدل معين لابد أنهم يحصلون عليه على أساس أنه يتم الالتحاق بهذه البرنامج، ولا المجال مفتوح للجميع؟ المجال مفتوح للجميع طبعا بالنسبة لكل فرد، سواء كانوا بحرينيين أو مقيمين أو حتى من خارج مملكة البحرين، مفتوح أمامهم المجال للتقدم لهذه البرنامج. إحنا ننظر للمؤهل، للخبرات السابقة أكثر مما ننظر إلى السن. نعم. ممكن إذا بناخذ على سبيل المثال أستاذ، يعني فيما يخص حاملين الدبلوم اليوم اللي ودهم ينضمون، دارس دراسة معينة يبحث عن تخصص يوازي هذه الدراسة، فهني شلون ممكن تكون العملية؟ طبعا بالنسبة إلى الدخول في تخصصات مقاربة إلى تخصص الدراسة أو خبراتهم العملية، ممكن هذا يكون يتم النظر فيه وبإمكانهم الدخول في هذه البرامج. مثلا لما يكون هو مثلا عند هندسة ميكانيكية وحاب الآن يواصل في الهندسة الكهربائية، فبالتالي هناك تقارب بالنسبة إلى التخصصين، المؤهل اللي موجود عنده والتخصص اللي حاب يروح له، فمسموح لأنه يدخل في برامج متقاربة من هاي النوع، بس بحيث أنه لا تكون بعيدة عن مؤهله ولا تكون بعيدة عن خبراته، تكون موازية نوعا ما. نعم. بالنسبة إلى رفع مستوى الطالب بشكل عام ورفع أيضا فرص حصوله على الوظائف، أكيد هذه من الأمور المهمة في هذه البرنامج، شلون ممكن يتحقق هذا الهدف؟ بعد أيضا هذا بعد سؤال يعني حلو. أنا راح أنظر إليها من طبعا زاويتين. الزاوية الأولى حصوله على المؤهل البكالوريوس راح يسمح له أو يفتح له آفاق في داخل العمل ماله نفسه، في إطار العمل اللي هو فيه، بإمكانه أنه يترقى، بإمكانه يفتح له درجات أخرى. صحيح. في داخل إطار المنظمة نفسها اللي يعمل فيها. بالإضافة لو قارنا حصوله على البكالوريوس وهو كان عنده دبلوم، ممكن ما يحصل فرص وظيفية في سوق العمل، بس بمجرد حصوله على البكالوريوس راح يفتح له آفاق، يقدر أيضا إحنا بنسويه في نسميه في الكارير كارير إكزيت، بالتالي ممكن يطلع من المنظمة ويروح إلى منظمة أخرى يكون عنده فرص أكثر، يكون ممكن حتى الفرص يعني معززة بشكل أكبر وترفع من شأنه على المستوى الوظيفي. صحيح. نتكلم ممكن أستاذ فيما يخص التحصيل العلمي، احتساب الدرجات، وأعتقد هذه نقطة جدا مهمة اليوم يتسألون عنها بالنسبة لهذا النظام، شلون تحتسب الدرجات؟
احنا في بوليتكنيك البحرين عندنا طبعا نظام صارم في موضوع الدرجات دقيق جدا، فطبعا راح يطبق عليهم نفس البرنامج نفس السياسات نفس الاجراءات المطبقه على طلبتنا، راح يتم اللي هو اعطائهم مشاريع، يعطاهم طبعا اللي هو تقييمات، عروض، انواع كثيره من التقويمات اللي احنا نطبقها في بوليتكنيك البحرين راح يطبق عليهم نفس السياسه. طبعا بوليتكنيك البحرين هي من الجامعات ومن الكليات اللي ما شاء الله متميزه دائما في البحرين مع باقي الجامعات، لكن شنو الشيء اللي يميزها اكثر عن غيرها من الجامعات الموجوده اليوم في البحرين؟ اللي يميزنا اكثر احنا عندنا طبعا البرامج المطروحه في بوليتكنيك البحرين قائمه على احتياج سوق العمل، نطرح البرامج اللي احنا نعتقد ان سوق العمل يحتاجها، بالاضافه ان احنا نلتقي مع سوق العمل كل عام فنسمع لهم، ولما نشوف هاي الاحتياجات احنا نروح نصمم البرامج اللي تتناسب مع احتياجاتهم. هاي واحد من الاشياء اللي تميز بوليتكنيك البحرين وبرامجها. من الاشياء الاخرى هو استراتيجيات التعلم، طرق التعلم الموجوده في بوليتكنيك البحرين. احنا نمشي على نمط اللي هو قائم على احنا نسميه problem based learning، التعلم القائم على حل المشكلات، فالطالب يتلقى عديد من المشاكل ويعمل على حلها في اطار هذا المهارات الاكاديميه. صحيح. فبالتالي يكون متميز عن الاخرين بدل ما يكون عنده دراسه نظريه بحته. يعني في امور كثيره اخرى، منها ان احنا نحتوي بوليتكنيك البحرين يعني لديها اكثر من 30 جنسيه في الطاقم الاكاديمي، فبالتالي جلب خبرات عالميه. صحيح. الى بوليتكنيك البحرين. اكيد طبعا الاستاذ عبد الرضا دسمال مدير الاتصال الصناعي والتعليم المستمر في بوليتكنيك البحرين، كل الشكر لك على هذا التواجد، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. أكيد مشاهدينا راح نواصل معكم باقي الفقرات، لكن بعد هذا الفاصل قصير وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا إلى موضوعنا الآخر. تعتبر عملية الأيض من العمليات الحيوية اللي مارسها جسم الإنسان وتساهم في إنزال وزن الجسم الزائد وأيضا تقليل الإصابة بالأمراض. أكيد جمانة، الحديث أكثر حول هذا الموضوع تحديدا الصحة الأيضية معنا في الاستوديو مروة حسين أخصائية تغذية بوزارة الصحة. صباح الخير، سعيدين بوجودك معنا. صباح النور والسرور، واحنا اسعد بوجودنا وياكم. يا هلا ومرحبا. مروه، موضوع جدا مهم اليوم، العمليه الايضيه يمكن يعني نتحدث عنها بشكل مفصل، اعتقد اليوم قد تخفى على الكثير، فنبي نعرفها حق الساده المشاهدين. هي عمليه الايض هي مجموعه من التفاعلات الكيميائيه اللي تحدث في جسم الكائن الحي، والحين بنقول للانسان من اجل المحافظه على حياته. تشمل هذه العمليه الحصول على الطاقه من الطعام عن طريق الهضم وحرق المغذيات الرئيسية في خلايا الجسم واستخدام هذه الطاقة في العمليات الأساسية. حلو. يمكن يعني عملية الأيض لها دور حيوي وايد كبير، نبي نتكلم عن أهمية هذه العملية تحديدا. مثل ما قلت، العملية الأيض هي دور للمحافظة على الحياة من خلال الحفاظ على الصحة. يستخدم الإنسان الأيض للحصول على الطاقة واستخدام هذه الطاقة في العمليات الأساسية، تشمل التنفس، جريان الدم، ضربات القلب، الحفاظ على التوازن الحراري في الجسم، الحفاظ على وزن الجسم، وهذه والتوازن الهرموني. نعم، نبي نركز على نقطة جدا مهمة اليوم مروة، يعني شلون ممكن نزيد من هذه العملية الأيضية اللي أعتقد تساهم بشكل كبير في حتى إنزال الوزن. إيه طبعا، هذه الهاجس الحالي للناس إن زيادة الأيض. زيادة الأيض أولا يعني أنا أنصح أن الواحد يشوف الحالة الصحية مالته في البداية. بعض المشاكل الصحية اللي تأثر على الأيض وتبطئ الأيض ممكن حلها تحت إشراف طبي، واللي هي المشاكل الهرمونية مثل مشاكل الغدة الدرقية ونقص الفيتامين مثل فيتامين دي والحديد، وبعد ذلك يلجأ إلى الطرق اللي تنشط الأيض واللي هي التغذية السليمة المتوازنة باختيار النوعية الجيدة من الأطعمة. وجد أن التغذية بشكل عام لما تكون متوازنة صحية باختيار المجموعات الغذائية الجيدة من الأطعمة الغنية بالألياف، من البروتينز، اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك الغنية بالأوميجا 3، وشرب الماء، وتناول الخضرة والفواكه بحد ذاته بمجموعها تنشط الأيض. وأيضا ممارسة الرياضة
من ناحية أن الرياضة ترفع الكتلة العضلية للجسم فبالتالي تساعد على الحرق، وأيضا الرياضة تنشيطها للأيض ما تكون في وقت ممارسة الرياضة فقط، وإنما طوال ومدار اليوم اللي شخص مارس فيه الرياضة يكون الأيض نشط فيستفيد الشخص وقت ممارسة الرياضة وما بعد ذلك. حلو. يمكن يعني تغير الجو ممكن أنه يساهم في زيادة نشاط الجسم، لكن هل عملية الأيض تتأثر بتغير الفصول؟ والله إذا يعني ما بنقول أكيدا تأثر في بعض الدراسات، ولكن لا نعول عليه تماما في موضوع الحرق. وجدت بعض الدراسات أن البرودة والجسم مع محاولته للحفاظ على التوازن الحراري ينشط عملية الأيض، لكن أجواءنا مو ذاك الزود باردة وإحنا على طول السنة في جو مكيف بعد. لكن البعض في دقة هذه المعلومة تحديدا أستاذ مروة خصوصا الرياضيين أعتقد تفرق معاهم حتى يمكن يعني عملية الأيض بنسب بسيطة، فهني أعتقد بالنسبة للمتخصصين في هذا المجال في إنزال الوزن تحديدا أعتقد يمكن عملية الطقس يمكن تناسبهم. وهي الدراسات مثل ما قلت ما تأكد ذلك التأكيد، بعض الدراسات نفت هالشيء. فمثل ما قلنا ما نقدر نعول عليه، لكن أكثر شيء أكيدا بنعول عليه النظام التغذوي السليم وممارسة الرياضة بزيادة الكتلة العضلية وتجنب الأشياء اللي تبطئ الأيض من سوء التغذية، تناول السكريات، تناول المقليات اللي تزيد من الكتلة الدهنية ومحيط الخصر، يعني هذه الأشياء نتجنبها عشان ما نبطئ أيضنا. حلو. عملية اللي هو تبطيء عملية الأيض نفسها، إيش ممكن أن الشخص يساهم في هذه العملية أنه يبطئ من الأيض عنده؟ مثل ما قلنا السلوكيات الخاطئة، التغذية الخاطئة من تناول السكريات والدهون المشبعة والمهدرجة اللي تزيد الكتلة الدهنية، وبالإضافة للسلوكيات الخطأ من تناول الطعام في أوقات متأخرة في الليل، هاي كلها تأثر على عملية الأيض. يعني حتى إذا أنا كليت الأكل في وقت متأخر ممكن أن هذا الشيء يبطئ يعني عملية الأيض، يكون عملية الحرق أبطأ منه في النهار. وحتى بالنسبة إلى السكريات، يعني تكلمت عن السكريات أو الأكل اللي يكون فيه ممكن دهون، هل الإفراط منه يعني كميات مثلا تكون أزيد أو مثلا عندما نقول الضعف هي اللي راح تأثر على هذه العملية؟ أكيدا أكيدا الإسراف في المتناول من الأطعمة الدهنية والسكرية تأثر. بعد في نقطة حبيت أذكرها الرجيم القاسي، تجنبوا الرجيم القاسي يسبب بطء في الأيض، لأن الرجيم القاسي ممكن أيضا يخسر الجسم الكتلة العضلية لتساعد على الحرق ويأثر على البيس الميتابوليك ريت يعني الحرق في الوقت الراحة، فيتجنب الشخص الرجيمات القاسية. يعني لا يكون لا يأكل وايد، لا إفراط ولا تفريط، يكون دائما في الوسطين والتوازن. وحلو إن إحنا نعرف شنو نأكل أو يعني نحسب حتى السعرات الحرارية على أساس إن أنا ما كثر من السعرات وبالتالي تتأثر عملية الأيض عندي. ومثل ما ذكرت أنت في البداية إن عملية الأيض تأثر على كل العمليات الحيوية اللي يقوم فيها. نعم، المهم إن الشخص يعرف السعرات الحرارية المناسبة له. عادة أخصائي التغذية يساعد على هالشيء بشكل طبيعي. الإنسان ذو الوزن الطبيعي عادة المرأة تحتاج من 1600 إلى 1800 سعرة حرارية، والرجل من 1800 إلى 2000 لما يكون وزن طبيعي وما يكون وممارسة النشاط بدني خفيف. يعني الرياضة يعني. ممكن تحدثي عن الرجيم القاسي، الصيام المتقطع هل أيضا يؤثر على الصيام المتقطع؟ بالعكس يزيد إن شاء الله من الحرق، لأنه هو مو رجيم قاسي. إذا طبعا مو أنواع الصيام الفترات جدا طويلة مع تقليل المتناول جدا من الطعام هو اللي نقصده. المعدل اللي يعني خلينا نتكلم عن المعدل اللي ممكن نقول أنه الواحد يوع نفسه يعني. بس المعدل المناسب في الصيام مثل الصيام الإسلامي، الصيام العكسي، بعض يصوم 15 ساعة من الليل. هاي بالعكس تنشط الأيض. طبعا مو ان الواحد كل يوم يكون صايم، مرتين ثلاثة في الأسبوع. شنو بعض الأشياء اللي ممكن ان يسويها الشخص؟ وأيضا مثل ما قلت يعني الصيام المتقطع أو الصيام العكسي هي من الأشياء اللي ممكن ان تساعدني أنا أزيد من حيوية أو من عملية الأيض عندي. في أشياء ثانية ممكن ما اخترعت على بالنا ممكن ان هي تساهم ايضا. اي في بعض انواع الاكل ممكن يساعد، مثلا بعض انواع وجد الزنجبيل مثلا، الكركم، الدارسين، هاي الاشياء، بعض انواع الشاي الاخضر
والكافيين دارك شوكولات، بس قلنا ما نعول عليهم ونهمل التغذية السليمة والنشاط البدني. هذه لين عوامل مساعدة مو عوامل رئيسية، وبعد لها جرعات أحيانا ممكن الواحد ما يوصل لها الجرعة اللي تنشط الأيض، وإن وصل لها يمكن يكون لها تأثير سلبي. بعض الأحيان في مكملات غذائية تحتوي على هالعناصر، واحد لازم يكون يشتريها من مكان ثقة، يقرأ تعليمات الاستخدام اللي عليها مناسبة لأي فئة دون فئة. الجرعة لازم تكون مناسبة، ما يستخدم أي شيء بعد، مو أي شخص. بعض لازم يقرأ تعليمات الاستخدام من جهة موثوقة تكون تنشرع عشان التعليمات المكتوبة تكون صحيحة. نعم. لأن ممكن ما تناسب فئة حوامل أو مرضع أو حالات صحية الضغط والكوليسترول وغيره. نعم. هني ننتقل للسؤال، إلى أي مدى يجب على الشخص أنه يلجأ إلى أخصائي في هذا المجال عشان قبل ما ينتقل إلى هذه المرحلة؟ إيش كثر مهم؟ أكيد أكيد. أخصائي مثلاً أنا كأخصائي التغذية، أخصائي التغذية بيساعد على تحديد الكمية المناسبة من السعرات المأكولة، ما بيعطي زيادة ما بيعطي الأقل، بيحدد بيتأكد من حالته الصحية، مناسبة أخذ لبعض المكملات أو دونها، فبيرشده لأنواع الأطعمة الصحية. يعني إحنا هني ذكرناها بشكل عام، صح، بس هي طبعاً لها تفصيل ولها كميات ولها نوعيات. أكيد طبعاً. يمكن من شوي ذكرتي الزنجبيل والكركم وبعض من الكافيين والشاي الأخضر اللي ممكن إن هي تساعد في عملية الإيض أو زيادة نشاط عملية الإيض، لكن مثل ما ذكرتي بكميات معينة. هل الخل من هذه المكونات اللي ممكن إن أو خل التفاح تحديداً؟ نعم نعم. وفي بعد عناصر ثانية، بس أنا أحاول أتجنب أذكر بعض العناصر لأن عليها مثل ما نقول عليها داوت، يعني لازم الواحد يكون يعني حاسب وهو ياخذها. أصلاً أعتقد أن يعني كل هذه المكونات اللي إحنا ذكرناها لابد أن نحاسب وإحنا ناخذها، ما ناخذها بكميات ممكن أكثر تأثر علينا. في أعشاب وفي أشياء ثانية، بس مثل ما قلت ممكن ما تناسب حالات صحية معينة، ممكن سوء استخدامها. بالضبط. فإحنا ما نبي نوصل لها النتيجة عشان تجي استشارة الأخصائي. بالضبط بالضبط. خلينا نتكلم ممكن عن اليوم تقدم العمر، إيش كثر ممكن يأثر على العملية الإيضية؟ العمر وجد حسب بعض الدراسات من عمر الصفر ولادة إلى عمر السنة يكون الإيض أنشط ما يكون. ما بعد السنة إلى عمر 20 سنة يبتدأ في التباطؤ، بعد 20 إلى 60 يثبت، ثم يبدأ في الانخفاض. يعني في مرحلة عمرية مو شوي إن من 20 إلى 60 فيها ثابتة، عشان ما يتحججون اللي في الأعمار، يعني هذه الأعمار إنه لا أنا يوم كنت صغير 20 وكذي مو نفسي أنا يوم 40 وال50. لا، تكون تقريبا ثابتة. وبعد ما يقوم به الإنسان لتنشيط أيضه وعدم تباطؤه يلعب دور. إذا كان في هالمرحلة العمرية اهتم بالتغذية السليمة والنشاط البدني، بإذن الله بتكون عملية الأيض عنده أوكي. صحيح. أكيد إن شاء الله. النوم هل يأثر ولا ما يأثر؟ وشلون يكون تأثيره؟ قلة ساعات النوم، يعني بالأحرى زيادة ساعات النوم ممكن تبطئ عملية الإيض، فالنوم الكافي مهم. تقريبا 8 ساعات تقريبا، هذه الساعات معدل الطبيعي مثل ما نقول. هني نرجع ممكن نمط الحياة وتأثيره. يعني انت قبل شوي تكلمتي انه لازم يكون في نشاط بدني وايضا تغذية سليمة. صحيح. الى اي مدى ممكن اليوم نمط الحياة يكون سليم يؤثر على العملية الإيضية بشكل صحيح؟ طبعاً مثل ما قلنا السلوكيات اللي يقوم بها الشخص، تغذيته في اليوم. يعني واحد ممكن يحاسب على اليوم نفسه أنه يقوم بكل السلوكيات السليمة، وبعدين على مستوى الأسبوع. صح. مستوى الشهر. يعني البعض ملاحظ يوم يأكل صح ويوم يأكل غلط، وبعدين يلوم أنه هو ما قام أخذ الفوائد وما نشط العملية. يحتاج انه يطور من نمط حياته عشان يقدر يحصل على لايف ستايل مثل ما نقول. نمط الحياة اللي دائما يكون صحي هو اللي يعني حلو انه هو نخليه يكون مستمر معنا، لان في النهاية هي صحتنا بشكل عام، ان كان عملية الإيض او غيرها. طبعا انصح يعني حتى اولياء الامور مع او الاطفال الصغار ان يعني يكون تغذيتهم سليمة، يعني الكتلة العضلية عشان تزيد عندهم وتساعدهم في عملية الإيض في المستقبل. أكيد. إن شاء الله فيهتمون في المراحل الصغيرة عشان يكبرون إن شاء الله بإيض سليم إن شاء الله. يا رب. أكيد. في النهاية مروة حسين أخصائية تغذية بوزارة الصحة، شكرين لك حضورك على هذا الموضوع الجميل. ونشكركم إن شاء الله. شكراً. يعطيك العافية. شكراً لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين معاكم، لا تروحون بعيد.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. السيرة الذاتية من أهم الأمور اللي يجب أن يتم التركيز عليه لقبولك في أي وظيفة كانت، ومن بعدها يتم تقييمك في المقابلة الشخصية. اليوم راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع تحديدا مع هراء يوسف، منسقة موارد بشرية ومهتمة بشؤون التوظيف. صباح الخير يا هلا مرحبا. صباح النور، أهلين. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة اللطيفة. ثاني شيء خلينا نعرف السيرة الذاتية بشكل بسيط. هي عبارة عن ملخص مهني للباحث عن العمل، تشمل خبرات العملية، خلفيته التعليمية وجزء من مهاراته، وطبعا هي تعطي أول انطباع لدى مسؤول التوظيف. أوكي. لما نتكلم ممكن حورا بشكل أكبر عن الأشكال اللي اليوم معتمدة في السيرة الذاتية، يعني البعض يفصلها إلى ثلاث أشكال تحديدا، فشنو الصيغة المناسبة اللي يجب أن نتبعها في صياغة السيرة الذاتية؟ أوكي، عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول السيرة الذاتية ذات التسلسل الزمني، هني أنا أختار المهن اللي اشتغلت فيها، أرتبها بتسلسل زمني من الآخر وظيفة اشتغلتها لأول وظيفة. تسلسل زمني بشكل عكسي. عندي السيرة الذاتية الوظيفية، هني أركز على خبراتي وإنجازاتي في الوظيفة بدون ذكر تواريخ. وعندي سيرة ذاتية المشتركة اللي هي الشاملة، هني أنا أخلط بين الاثنين، النوع الأول والنوع الثاني. إحنا دائماً نفضل السيرة الذاتية ذات التسلسل الزمني، لأنها تعطيني نظرة عن تاريخك المهني الشامل. صحيح. أنا أعرف هني لما أنا أطالع السيرة الذاتية أعرف أنت وين كنت تشتغل آخر سنوات وظيفية في حياتك، وحتى أعرف إيش كثر أنت خذيت في الوظيفة. يعني مثلاً لو كانت عندك أكثر من وظيفة أشوف فرق السنوات وأعرف إذا أنت استمريت في وظيفة معينة لمثلاً سنوات معينة، فهذا شيء ممكن يسهل وايد من الأمور في المقابلة. يعني أبي أتكلم عن الكلمات اللي نستخدمها في كتابة وصياغة السي في بشكل عام. هل لابد أن أنا أتجنب الكلمات اللي تكون رنانة شوي ولا؟ أي أكيد، الكلمات الرنانة لما نتكلم عنها هي الكلمات اللي تم استخدامها بشكل مفرط من قبل في سيرة ذاتية. فأنت لما تشوف 100 سيرة ذاتية باليوم تستخدم نفس الكلمات تفقد معناتها. صح. فهذه الكلمة تكون ما تعبر عن شخصية المتقدم للوظيفة، ما تبين شخصيته. فأنا ما أفضل أن تكون عندي سيرة ذاتية محشية بهذه الكلمات. إذا بغيت أستخدمها بنسبة بسيطة جدا، بس لازم أنا أميز نفسي أو أستخدم ممكن تكون كلمات مختلفة، كلمات تكون بشكل غير تعبر عني وتعبر عن شخصيتي أنا. فالشخص اللي بيقرأ السيرة الذاتية كنا قاعد يقراني أنا، يقرأ شخصيتي. السيرة الذاتية هي انعكاس حكي وحك شخصيتي، فأنا لما أكتبها أكون واضح وصريح. صحيح. ممكن بنتقل معك إلى ما يخص الإفساح عن يعني السيرة العملية والوظائف السابقة اللي أنا اشتغلتها. لأي مدى ممكن إدراج التواريخ مهم في صياغة السيرة الذاتية؟ جدا مهم. أهم شيء في السيرة الذاتية أن أنا لما أكتب الوظائف اللي اشتغلت فيها يكون عندي تاريخ واضح. هني أنا أعرف في كل وظيفة كم فترة زمنية اشتغلت فيها، هذه جدا مهم. صحيح. ولما أنا ما أحط هذه التواريخ من ممكن مسؤول التوظيف يشك أن أنا قاعد أخفي شيء معين، مثلا فجوة في التوظيف مثلا. صحيح. فلازم أذكرها، تكون واضحة وصريحة. بالضبط. في نهاية المطاف أنا لما أقدم سيرة ذاتية لابد أن أنا أبي أنقبل في الوظيفة اللي أنا قدمت لها. هل في بعض الكلمات أو الكيوردز اللي لابد أن تكون موجودة في السي في على أساسها ممكن أن الشخص اللي يقراها أو المسؤول يعني راح يقبلني؟ أكيد. في كلمات أساسية بنستخدمها، هذه بتكون كلينك بين الوظيفة اللي إحنا راح نقدم عليها وبين سيرتنا الذاتية. فأنا كمختص توظيف لما تيجي توصلني سيرة ذاتية أبحث عن كلمات معينة فيها أدري إن هذه الشخص بيكون مناسب حق هذه الوظيفة. ممتاز. ولكن الكلمات المفتاحية أو الكيوردز تختلف من مجال لمجال من وظيفة لأخرى. صح. فأنا كمثلاً مدقق أو أوديتور بستخدم كلمات غير عن لما أكون أرتست مثلاً أو شيء ثاني. بس ما في كلمات ممكن تكون مشتركة ما بينهم؟ أكيد في كلمات مشتركة. مثلاً يكون عندي communication skills، هذه الأغلب يتكلم عنها. صحيح. مثلاً أكون عندي computer skills، هاي الكل عنده computer skills. المهارات الأساسية اللي لابد أن تتوفر ممكن في الشخص على أساس يتم قبوله في وظيفة معينة. بالضبط. مهارات كثيرة أكيد هي ممكن تعزز من فرصة الحصول على الوظيفة اللي يتم التقديم لها. ممكن نتكلم عن أبرز الأخطاء الشائعة، يعني أكيد في أخطاء تمر
بالنسبة لكم أنتم كمختصين في هذا المجال، شنو هي أبرزها؟ أول خطأ أو أكثر خطأ يصير لما تكون سيرة ذاتية طويلة. أنا كفريش جراجويت أو كشخص عندي خبرة بسيطة، لازم تكون سيرة ذاتية مكونة من صفحة واحدة فقط. لما أكثر صفحتين ما حد راح يقرأها، إلا لما أكون مثلا في بوزيشن معين أو تكون عندي خبرة طويلة جدا، هني أقدر أروح لصفحتين. فطول السيرة الذاتية ما تعطي فرصة أن شخص يقرأها بالتفاصيل، أنا أدور على كلمات محددة أو أشياء بسيطة فأكتفي بصفحة واحدة. هذه أول خطأ. جميل. أوكي. الخطأ الثاني لما أنا خلينا نروح حق سكشن المعلومات الشخصية. أوكي. في ناس تكتب لي الاسم بطريقة الاسم كامل من السي بي آر، مثلا 5 أسماء، أنا ما أحتاج هالشيء، اسمك الأول والأخير، بالكثير 3 أسماء. أوكي. خلينا نروح حق معلومات الاتصال. معلومات الاتصال لازم تكون محدثة بآخر تحديث، تتأكد أنها هي صحيحة. وايد من الأوقات تصيدنا أن احنا نحصل سيرة ذاتية مناسبة، بس للأسف لما نتصل يكون رقم غلط، ناقص، غير محدث. البريد الإلكتروني هاي جدا مهم، أحتاج أن أنا أستخدم بريد إلكتروني مهني يعكس مهنية، بعيد عن الأسماء المستعارة. صحيح. مثل باد بوي، سويت كير، ما يحتاج. أوكي. أتأكد أن السيرة الذاتية خالية من الأخطاء النحوية والإملائية والتايبوز، هذه جدا مهم. لما أتكلم عن خبراتي العملية ما أحتاج أن أنا أتكلم بتعبير فقرات، أكتفي بنقاط مهمة. هذه النقاط تشرح أنا شنو كنت أسوي أو أبرز إنجازاتي بشكل بسيط. حلو. هذه أبرز الأخطاء. أبي أتكلم عن الصورة الشخصية. أكيد الصورة الشخصية لها تأثير أيضا في السيرة الذاتية، الصورة من ناحية الإضاءة، من ناحية اللبس، من ناحية حتى بالنسبة إلى البنات بالنسبة حق المكياج، غيرها من التفاصيل اللي لازم تكون موجودة في الصورة والأشياء اللي نتجنب أنها تكون موجودة في الصورة. الصورة الشخصية جداً مهمة، مو الكل يلتزم فيها ومو الكل يحب يضيفها في سيرة ذاتية، بس هي مفترض أنها تكون موجودة. من المفترض تكون موجودة أكيد. أوكي. لما تحط الصورة ذاتية تأكد أنها تكون أول شيء مهنية، ما أحد صورة تكون سيلفي أو أنا في مكان مثلاً على البحر، ما أحد صورة يكون معي عيالي أو شخص ثاني فيها، أو صورتي بشكل كامل، أكتفي بصورة وجهي بشكل واضح رسمية. أي الصورة تكون حديثة، مو صورتي قبل 10 سنوات أو 20 سنة، تكون واضحة، ما أكثر من المكياج أو أخذ صورة من عرس وأحطها أو فلاتر الحين بعد فلتر ما تبين أنا، فأنت لما تروحين الانترفيو يقولوا هاي أنت نفس الشخص ولا فهذه أبرز الأشياء. حتى ممكن يعني نظرة أولى تكون ممكن جيدة بالنسبة سلبية. صح. سلبية. ممكن ودي أتكلم عن الألوان وكثرتها أو من عدمها في السيرة الذاتية، تحديدا في مثل ما نقول القالب اللي يتم استخدامه. يفضل يكون القالب مرتب بسيط، ما أحتاج أن أنا أضيف وايد ألوان فيه، ألوان صارخة، ألوان غامجة. أنا يهمني يكون الكلام مرتب وأستخدم خط واضح بلون محدد حق كل سي في، فأبتعد عن الألوان الصارخة الغامجة، ألوان فاتحة ومناسبة مع مهنية، يعني تعكس المهنية. ممكن أنه يعني إذا ما لعبت بالألوان ألعب بنمط الخط، ممكن أنه يكون بولد أو يكون العادي، فهذا الشيء ممكن أنه يخليها تكون مرتبة ومريحة للعين أكثر. أنا يعني بالنسبة إلى بشكل عام إحنا نتكلم عن السيرة الذاتية، إذا إحنا تكلمنا عن القوالب الموجودة في الإنترنت، القوالب اللي تكون جاهزة، هل أنتي معنا أنا أستخدم مثل هذه القوالب ولا حلو إنه كل شخص يسوي القالب الخاص فيه؟ إحنا مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء إن هي تعكس شخصيتي، فهل أنتي يعني مع أو ضد؟ وشو ممكن إن الشخص يسوي سيرة ذاتية تعكس يعني ذاته نفسها؟ يعتمد على الشخص نفسه والمجال اللي يشتغل فيه. فلما نتكلم عن ديزاينر مثلا، يفضل انه هو يختار القالب اللي يناسبه لانه عنده هذه المهارات يمتلكها، فيقدر انه هو يسوي له قالب بروحه بشكل مناسب. في ناس في مجالات اخرى ما عندها هذه المهارة، صح، ما عندها مهارة ان هي تسوي لها قالب محدد حقها نفسها، فتلجأ حق مختصين او تاخذ قالب جاهز، بس اهم شيء يكون القالب متناسب مع الوظيفه اللي هو يشغلها حاليا. نعم. البعض ما يلجا الى قالب، بعضهم ممكن يكتبها كتسلسل بالنسبه كصفحه عاديه. هل اليوم الجدول مهم يكون ضمن القالب او يكون تسلسل عادي؟ هو تقدر تقول كتسلسل عادي، ما نفضل وجود جداول واشياء تزحم السيره الذاتيه. دائما نلجا الى نقاط بسيطه تعطينا البوينت اللي احنا نحتاجه. حلو.
بننتقل من السيرة الذاتية إلى المقابلة الشخصية واللي هي بعد تكون مهمة من بعد ما نقدم سيرتنا الذاتية. يعني المقابلة شلون أنا أكون مستعدة شخصياً لهذا اليوم، يوم اللي بيكون في مقابلة دائماً الكل، يعني إحنا كلنا يعني مرينا في هذه المرحلة لما بنروح المقابلة يصير شوي فيه توتر، شلون أنا أكون مستعدة وأكون كل ثقة لما أكون أنا في المقابلة؟ أول شيء أول ما يوصل الاتصال حق هذه المقابلة أتأكد من موقع المقابلة لوكيشن ووقت المقابلة. ثاني شيء أقدر أبحث عن نوع المؤسسة اللي أنا راح أروح حقها حق المقابلة. هذه المؤسسة كم فرع لها عندنا؟ متى افتتحت؟ شنو المجال اللي تشتغل فيه هذه المؤسسة؟ كم موظف يشملها؟ فأبحث عن أشياء بشكل عام عن المؤسسة أساس أكون مستعد لو سألت في المقابلة. عندي معلومات بسيطة يعني. عندي معلومات. عندي فكرة عامة. عندي معرفة. أوكي، يوم المقابلة لازم أروح قبل الوقت على الأقل 15 دقيقة أحط تشانس حق أي طارئ ممكن يصيدني. لازم يكون لبسي لبس رسمي ألوان فاتحة، لبس مريح، حذاء لازم يكون مريح متناسب مع البدلة راح ألبسها بالنسبة حق البنت وحق الولد نفس الشيء. يعني نقول النظرة الأولى ممكن مدى قبولها بالنسبة لمن يقابل الشخص، فأكيد المظهر الشخصي أيضا بالنسبة للبنات المكياج وممكن عدم المبالغة فيه، أعتقد كل اليوم ذي يؤثر أثناء أخذ أول ردة فعل بالنسبة للمقابلة. أكيد أنا لما أشوف السيرة الذاتية هذه كانت أول أنا خذيت عندك أول انطباع بالضبط. فالانطباع الثاني راح يكون من خلال المقابلة، فأحرص أن أنا أطلع بمظهر مرتب لأنه راح يأخذون عني انطباع ثاني. في نفس الوقت أقدر أجهز أوراق ثبوتية أو أوراق أحتاجها حق وقت المقابلة. في شيء ثاني أقدر أنه أنا أبحث عن أكثر أسئلة شائعة ممكن تنسأل وقت المقابلة وأتدرب عليها قبل ما أروح، هني أكون جاهز. حلو، أبي أتكلم شوي يعني بتفصيل أكثر عن المظهر وعن شخصية الإنسان اللي بيروح حق المقابلة. يمكن تمين شوي ذكرتي الألوان تكون فاتحة، هل هو هني يبتعدون عن الألوان اللي تكون داكنة في اغلب الاحيان وشنو انعكاسها؟ يعني مثل ذكرتي ان الالوان تكون فاتحه، لكن لو احد يبي يلبس لون اسود هل يبتعد عن اللون الاسود؟ هو يفضل انه يبتعد عن هذه الالوان لان انت بتكون الالوان تعكس شخصيتنا. فانا لما البس الوان فاتحه بتعكس شخصيتي، يمكن انا بعد تنعكس على ردود افعالي قدام اللي قاعده معاهم، فهذا يكون افضل. يعني احنا في بالنا هو مجرد لون لكن هو مو مجرد لون. ممكن انه ياثر على سير المقابله وحتى على مثل ما قلتي ردودي انا الشخصيه. وبالنسبه حق الاكسسوارات بالنسبه حق البنات، يمكن في بعض البنات لما يكونون موجودين في هذه المقابله ممكن انه يحسون انه يلبسون اكسسوارات معينه، يلبسون انواع احذيه تكون بعد معينه، ايش ممكن انهم يدققون في هذه التفاصيل ويعرفون الصح من الغلط فيها؟ الاكسسوار احنا ما نفضل ان انا البس كميه كبيره من الاكسسوارات او اشياء ممكن تجذب الاشخاص ملفته ملفته للنظر حق انا رايحه على اساس يركزون علي وعلى كلامي وعلى اكسسواراتي، فاحاول ان انا اقلل من هذه اللبس بشكل كبير، اكتفي بمثلا قطعه واحده شيء بسيط غير براق ولامع. بالنسبه للحذاء اهم شيء يكون شيء مريح بالنسبه لي، واذا كنت بنت ابتعد عن الكعب الطويل اللي راح يطلع صوت مزعج جدا. اعتقد ممكن ذكرت نقطه جدا مهمه، ممكن هي مثل ما نقول هي الهوم وورك اللي قبل المقابله، ان انا ابحث عن المؤسسه وممكن الاشياء اللي ممكن تكون مدخل لنيل هذه الوظيفه. يعني تحديدا اذا تكلمنا ممكن عن وظيفه معينه ممكن يحتاجون تفصيل معين، لما انا اكون عارفه ايش كثر يعزز فرصتي اني اخذ هذه الوظيفه. لما انا لما ادخل المقابله الشخصيه وانسال شنو تعرف عن المؤسسه اوكي مثلا، فلما انا اعطي فكره عن هذه المؤسسه وعن تفاصيلها اني اعرف ان انا مستعده وانا جاده في هذا الشيء، انا ابي هذه الوظيفه، فنفس ما نقول سويت الهوم ورك اللي علي. حوار يمكن من شويه يوم ذكرتي ان الشخص لما بيروح المقابله الأشخاص اللي قاعدين يقابلونه يبون يشوفون جوهره الداخلي ما يبون يشوفون مظهره الخارجي بشكل مبالغ فيه. اليوم حتى العطر يأثر، يمكن شنو تقولون بخصوص العطر؟ لما مثلا أنا أحط عطر يكون قوي ما يناسب مثلا الفترة الصباحية أو فترة اللي بتكون في مقابلة، لما أنا أختار أنواع معينة من العطور شنو ممكن تأثر؟ أنا المفترض أني أحرص أني لما أستخدم عطر وأروح حق مقابلة وظيفية يكون عطر خفيف. أنا بروح من الصبح
اوكي لما استخدم شيء ثقيل روائح ممكن ان هي تاثر على الشخص اللي قاعد معي، ممكن يكون عنده حساسيه، ممكن يكون عنده مرض معين انا ما ادري عنه، فلما بينزعج ما راح يركز في الجواب اللي انا قاعد اعطيه اياه، بيكون يبي بسرعه يخلص المقابله لانه هو وايد انزعج من الريحه، فيفضل ان انا اكتفي بشيء بسيط. يعني انا اللي فهمته بشكل عام البساطه عدم المبالغة، هذه أشياء وايد أساسية ولازم نركز عليها أثناء المقابلة الشخصية، لأن في النهاية إحنا مو رايحين مناسبة، إحنا رايحين مكان نبي نقبل في وظيفة معينة، فلا بد أن أنا ألتزم بالمعايير اللي تكون رسمية أكثر من ما هي شخصية. قبل شوي ممكن جمانة تحدثت عن الثقة في النفس لما أكون في المقابلة، ممكن قبل لا نختم معك هذه المقابلة حوراء نبي نتكلم اليوم، أنا دخلت المقابلة ممكن ياني سؤال مفاجئ ما عندي الإجابة مالته، شلون ممكن أهرب من هذا السؤال بطريقة ذكية بحيث إنه حتى اللي قابلني ما يكون يعني عارف إني أنا تهربت من السؤال إنما أنا جاوبت على هذه الإجابة. أوكي أنا من الممكن هنا أن أنا أتلاعب بالكلمات بطريقة يكون السؤال أو الجواب لصالحي أنا. وممكن أن أنا أخلي الكرة تكون في ملعبهم، فمثلاً سؤال ينسأل على طول في كل مقابلة شنو الراتب المتوقع عندك أو الإكسبكتد سالري؟ هذه لازم في كل وظيفة راح تنسأل هذه السؤال. صحيح. انت هني مو مضطر ان انت تعطي رقم معين، انا مو مضطر اني احدد رقم، اقدر اجاوب طريقة ثانية واقول ان انتم كمؤسسة اكيد عندكم رينج حق هذه الوظيفة، ممكن تعطوني هذه الرينج، هذه جواب. ممكن اجاوب طريقة ثانية واقول لما اعني هذه الكلمة اقول ان انا المال ما يهمني كثر ما تهمني التطور الوظيفي والتطور الادائي، مستقبل هذه الوظيفة في المؤسسة، فهني ما اعطيتهم بعد رقم معين، فكذي ان انا اقدر احور الكلمات لصالحي. اجوبه تكون ذكيه فيها ذكاء. صحيح. وقدرت اكسب حتى ممكن يعني ود اللي قام يقابلني بحيث انه عرف ان انا يعني حتى في الاسئله اكون شوي نوعا ما ذكي. في النهايه اكيد موضوع جدا مهم خصوصا يعني المتخرجين حديثا. صح. واللي يبحثون عن فرص وظيفيه اعتقد اليوم من الضروري ان يرجعون الى هذه الفقره. في النهايه اكيد شاكرين لك حبراء يوسف منسقه موارد بشريه ومهتمه بشؤون التوظيف على وجودك وطرح هذا الموضوع. اشكركم على هذه الاستضافه ويومكم جميل. يعطيك العافيه. شكرا لك وبالتوفيق. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية ساعتنا في شمس البحرين، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة في أسفل الشاشة. أكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد. مع السلامة. مع السلامة.